إلى كرسة، حيث آخر نقطة تماس للقوات المسلحة العربية الليبية بمحور الساحل الواصل إلى داخل مدينة درنة الأسيرة. كاميرا الحدث زارت الموقع لتعكس الواقع من عين المكان حتى يثبت للجميع العكس لما تم تداوله على لسان المبعوث الدولي للأمم المتحدة بليبيا مارتن كوبلر، الذي غرد عبر صفحته على موقع تويتر قائلا بأن مجموعة عمليات عمر المختار المسؤولة عن المحور قد أقفلت الطريق والشريان الحيوي الوحيد الذي يوصل إلى مدينة درنة، حيث يتواجد المجموعات الإرهابية لما يعرف باسم مجلس شورى درنة الإرهابي، مواد غذائية وغاز للطهي وأيضا دواجن وبضائع تمر إلى المدينة دون أي ممانعة، ناهيك عن معاملة أفراد القوات المسلحة ورجال الأمن المركزي بوزارة الداخلية الحسنة. وين وجدك إن شاء الله؟ أصوص إن شاء الله. صحة الأقاويل تقول الطريق مغلقة فيه. والله لعنته ما في شيء، إن شاء الله الحمد لله متساهلة العملية. طريق كرسة متساهلة إن شاء الله. متساهلة ما شاء الله تبارك الله. علي بوستة مدير مكتب إعلام مجموعة عمليات عمر مختار، موجودين الآن في آخر تمركزات الجيش في منطقة كرسة. طبعا اليوم نحن تواجدنا هنا لننفي ونكذب الخبر اللي نزل أو تناقلات وسائل الإعلام الموجودة في العالم أن نحن أغلقنا الطريق أمام أهلنا في درنة من الأكل والشرب ومصادر الأغذية. فنحن الآن موجودين في آخر تمركزات الجيش علي في منطقة كرسة، نوضح للناس أن الطريق مفتوحة وأن كل شيء يدخل إلى مدينة درنة من أغذية ومن وقود ومن المشتقات الأساسية للحياة داخل مدينة درنة. ونحب نوجه رسالة باسم مجموعة عمليات عمر مختار والقيادة العامة للعالم بأن نحن مش نحن الجيش اللي حاصر أهله أو يمنع عن أهله الأكل والشرب. وفي نهاية لقائنا اليوم نحب نشكر قناة الحدث اللي وكبتنا اليوم في تصوير هذا المكان اللي هو المعبر الأساسي لسكان مدينة درنة. لقناة ليبيا الحدث ربيع بربيع كارثة.